ولك بمثل، بارك الله أمين فيك. شيخنا. هو سؤالي بس، في بعض الأشخاص بيخشوا للصلاة وأثناء الصلاة بيظهر جزء من ظهره، ما حكم صلاته في الوضع ده؟ والله يا أخي الأصل لأننا نستر الظهر، لكن إن قدر وسهوا ظهر جزء من الظهر كأصحاب البناطيل الساقطة الآن، إذا ظهر جزء من الظهر رغما عنه فالصلاة تصح، لكن الألزم أن يستر الظهر.